صباح الخير يا أهل مصر يا حلوين، صباح الخير يا أهل مصر يا جدعان، صباح جديد وإشراقة أمل بإذن الله وانتهاء أزمة إن شاء الله بإذن الله ودخول شهر مفترج علينا يا رب يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية بخير وبركة وسعادة، وطبعا على بلدنا مصر. حلقتنا النهاردة، بس قبل ما نتكلم طبعا لازم أصبح على زميلتي شيماء اللي هتصبح عليكم. صباح الخير يا شيماء. صباح الخير عليكم وعلى كل السادة المشاهدين، يا رب الحلقة النهاردة تعجبكم، وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة دخولنا على الشهر الكريم رمضان. يا رب يعودوا علينا أيام بخير ويكون بسعادة ونطلع من الأزمة اللي احنا فيها دي على خير إن شاء الله بإذن الله. طبعا احنا في انتهاء شهر شعبان وفيه ترفع الأعمال، ويا رب ترفع أعمالنا وربنا راضي عنا، واحنا شايفين بجد. أنا عايزة أقول هو ابتلاء، ولكن الابتلاء كان منحة من ربنا، منحة جميلة جدا بصراحة. قربنا من بعض وقربنا من ربنا، واللي ما كانش بيصلي صلى، واللي ما كانش بيقرأ قرآن قرأ قرآن، كلنا في نفس واحد بنقول يا رب. لقينا مبادرات خير كتيرة جدا، شنط رمضان وأكل وجيران بتخبط على بعض وحاجات حلوة قوي 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 يا شيماء، كنا مفتقدينها بجد. زهرت بدأت تزيد، وبدأت الناس انا بشوف ناس كتير قوي نازله مبادرات وعاملين يفرقوا ويوزعوا في كراتين. صحيح، دي حاجه جميله جدا. طبعا قبل ما نبدا اي كلام عايزين بنعزي نفسينا الاول، فريق عمل قناه الصحه والجمال وفريق عمل حكايه اولاد البلد بيعزوا اسره الشهيد محمد الحوفي، الشهيد البطل اللي ضحى بنفسه عشاننا، عشان احنا نبقى موجودين ونعيش. الشهيد ده شيماء طبعا والدته مش اول شهيد ليها، مش اول شهيد ليها، السنه اللي فاتت استشهد ليها برضو ابنها التاني. كان في الجيش. انا عايزه اقول لها كلمه بصراحه، بقول لها يا بختك، ربنا اختارك لتكوني ام الشهداء قريبه وام الشهداء بجد بجد، ويجعلك من الصابرين. بنتمنى كلنا نكون امهات شهداء والله عشان مصر. حتة ان احنا نقول مش عايزة ابني يدخل الجيش، لا ده احنا ندفع له فلوس بس ما يخش الجيش، لا مش ده صح. ابني لازم يكون راجل وبطل، يدافع زي ما بيدافع عن امه وعن اخته وعن مراته، يدافع عن امه الكبيرة اللي شايلة الناس دي كلها اللي هي بلدنا مصر. بنقول لك الف رحمة ونور عليهم، وان شاء الله باذن الله يكونوا في جنة الخلد. شيماء عايزين نقول النهاردة الحلقة بعنوان ايه؟ الحلقة بقى النهاردة هنتكلم فيها عن لمة العيلة ولمتنا مع بعض في رمضان ونفحات رمضان. احنا قررنا ان الحلقة النهاردة تكون ايجابية، ما فيهاش سلبيات خالص، كلها بصراحة. في شكاوي جات لنا كتير على الصفحة، لكن احنا قلنا لهم سيبوا لنا الحلقة دي كده نعمل امل كده وتفاؤل مع الناس شويه، فده كان قراري انا وشيماء. بس تفتكري يا اسماء ايام رمضان زمان هترجع تاني؟ اكيد بلمتها الحلوه دي، اكيد لمتنا مع بعض وحبنا لبعض وحب الجيران لبعض. صحيح، الجيران كلهم كان اهل واحد، كان اهل ايد بايد مع بعضيهم كده، مش يعني بخبط عليكي انت اللي عندي بديهولك واللي عندك بتديهوني. دي اسمها الطبق الدوار، الطبق الدوار اللي كنا بنشوفه عند اهالينا رحمة الله عليها. أمي كنت ألاقي عندها أطباق أكل تقول لي والله يا بنتي جيراني منزلينه وشبعته فاضي، أول ما يفضى إحنا هنعمل حاجة ونبعد. ده الطبق الدوار اللي نفسنا إنه يرجع تاني، نخبط على جيراننا، الطبق الدوار على دي بعض. هو اللي كان عرفتها على كبر شوية. لقيت طبعا أنا يعني طبعا مش جيلكم، بس لقيت جارة خبطت عليا جايبة لي طبق فيه كعك وبسكوت، فانا ما كنتش اعرف خدته، فلقيت جدتي بتقولي لا ما ترجعيش الطبق فاضي، انت لازم ترجعي لها حاجه فيه. فكنت اول مره اعرف. لا والله احنا لاقيين مبادرات كمان في الشارع جميله جدا جدا، اتمنى طبعا ان هم يشاركونا عشان الناس تعرف مبادراتهم. جو مصري اصيل حلو حلو قوي، ان شاء الله باذن الله ربنا يكرم كده ويتصلوا بينا المبادرات باذن الله. عايزين نتكلم النهارده طبعا عنوان الحلقه الخير في المصريين ونفحات رمضانيه. كنت عامله كلمه كده اتمنى انها تعجبكم،
عايزين نقول بداية شكر طبعا لكل شرطي وكل جيش وكل عامل وكل حد بيحب مصر بلده وبيحافظ عليها وملتزم وخاصة وقاعد في بيته. وخاصة مين؟ عمال النظافة كمان. لا وإيه كمان؟ أطباء. أطباء طبعا دول الجيش الأبيض دول بصراحة يعني جدا ألف يعني شكر ليهم. عايزين نقول إن هم سهرانين والناس نايمين مرهقين وإحنا أجازة في البيت مرتاحين، ومع ذلك في ناس للأسف غير واعيين بينزلوا الشارع ومش داريين إن في وباء لعين. التزموا في بيوتكم، حرام عليكم نفسكم والبلد ليكم محتاجين. قولي لهم يا شيماء الناس اللي بتنزل الشارع دي. والله انا شايفه ان العدد بيزيد، بالعكس احنا على حسب استفسار رهيب. انا شايفه ان الناس دلوقتي بتنزل، والماركت انا امبارح رحت الماركت على فكره بالمناسبه، يعني لقيت زحام رهيب. انا مش نازله اتسوق، لا انا نازله اشوف عشان اقدر في الحلقه اوصل لكم ان انا شفت بعنايه ما حدش قال لي ده حقيقي. شفت زحام رهيب الماركت يا اسماء امم، الماركت والسوق مش عارفه يعني كل حاجه اتفتحت مره واحده، كان ما عندناش اي حاجه خالص. بالزبط. قاعدين كاني ما فيش اي وباء. يا جماعه يعني نصبر شوية لغاية ما نعدي الأزمة دي على خير. معانا مداخلة تليفونية. دكتورة شيرين صباح الجمال. صباح الجمال عليك يا حبيبتي، على كل مشاهدينك الكرام في القناة. انتوا طيبين وانت طيب، يجي رمضان بالخير والصحة يا رب على الشعب المصري كله. دكتورة شيرين نجيب صاحبة مبادرة وش الخير، بجد عاملة مجهود أكتر من رائع، ومش ماسكة منطقة واحدة، ماسكة كل القاهرة بصراحة، وأهل الخير معاها في ظهرها. ولو في اي حد يا دكتوره شيرين بيعاديكي فهو بيعاديكي عشان انت احسن منه، عشان هو مش عارف يعمل اللي انت بتعمليه. هم في ناس للاسف نفوس مريضه، هم مش بيعادوني انا، هم بيعادوا الخير. انا ما فيش عداء بيني وبين حد، وان شاء صحيح. الله برضه احنا هنفضل في الخير في كل مكان ومع اي حد طالبنا، لان للاسف اللي بيعادي ده ما نزلش الشارع يا اسماء زينا وشاف حال الناس. صحيح صحيح. يا دكتورة شيرين بعد إذنك، أنا آسفة أن بقطعك، أنت بتعملي الخير لوجه الله تعالى، سبحان الله سبحان الله تعالى، فأنت بتعملي الخير مش مستنية شكر من حد أو مستنية أن حد. بس أنا بس بطالب الناس اللي ما بيعملش، ما هو دلوقتي بصي زي ما بيحاربوا البلد، زي ما بيحاربوا أي حد، بيحاربوا أي حاجة كويس. أنت ما بتعملش حاجة، قاعد على النت بس، سيب الناس تشتغل. أنا خايفة على نفسي وخايفه على اولادي وخايفه على بيتي، بس ما اقدرش اشوف حد محتاج. بالظبط بالظبط كده صح. طول ما حد محتاج هننزل له الشارع وهنوصل له خير ربنا لغايه باب بيته. احنا ما بنطالبش الناس تنزل، احنا اللي بننزل واحنا اللي بنروح لهم. لا وبنطالب برضو، احنا بنطالب من الناس انها تنزل وتساعد. احنا بنقول للناس ساعدوا معانا، انزلوا شاركوا، اللي قادر يشارك بحاجه يشارك بيها. بالظبط. يا ريت تبقى بس يعني، هو اولا انا نسيت بس اعمل تحيه للجيش الابيض بصراحه، ربنا يبارك لهم ويحفظهم، يا رب. جنود على راسنا كلنا، ربنا يبارك فيهم. انا بس بطالب بكل الناس، يا ريت في الايام المفترجه دي ودخلت رمضان وكده، كده الناس بتعمل في رمضان، بس للاسف انا ما استنيتش رمضان. احنا بقالنا فتره شغالين على العماله اليوميه المؤقته والغير منتظمه، والستات اللي في البيوت اللي كانوا بيشتغلوا وقعدوا، حتى الناس اللي كان ليها وظايف وقعدت، فئة كبيرة جدا قاعدين في البيوت محدش حاسس بيهم. احنا متابعين المبادرة يعني بتاعتك دكتورة شيرين، احنا متابعين المبادرة وبنشكرك عليها، وبنتمنى ان يبقى مصر كلها فيها امثال حضرتك، وان شاء الله ربنا يقدر الناس كلها على الخير. واحنا كمان بنطالب بالناس اللي هي مش قادرة او مش عارفة تعمل، احنا نعمل بالنيابة عنها، وربنا يكرم ويبارك في كل المتبرعين في الخير يا رب ان شاء الله. بنشكرك يا دكتورة شيرين جدا، بنشكرك يا فندم، ربنا يخليك. وانت طيب، وده دورنا. انا عايزه اقول شارك باي حاجه والله، لو حاجه بسيطه، مش هقول لك لو بازاز الزيت، بكيس سكر، بشويه رز، هتجمع مع جيرانك شنطه، هتجمع معاك اي حاجه بسيطه هتشارك بيها. احنا بنشارك بعضينا علشان نخرج من الازمه دي، بنشارك بحاجه بسيطه. مش شرط، مش هقول لك ان انت لا طلع كميه شنط وفيها كل حاجه، لا اللي تقدر عليه. هقول لك يا شيماء، وفي البيت بنعمل اكل بزياده شويه. بالظبط. ممكن بنسبه دخول شهر رمضان علينا يا جماعه، احنا بنعمل اكل بزياده. لو اتفضل منكم اكل ممكن تحطوه في طبق بشكل جميل وتزينوه، ادوه للعمال اللي في الشوارع، للناس اللي محتاجه، لكن بلاش ان احنا نعمل اكل كتير وكله نرميه في الزباله بعد كده. بس صراحه تحيه شكر للمصريين، اثبتوا وجودهم واثبتوا ان هم بجد بيحبوا البلد. تحيه شكر لسيد الرئيس، طبعا متابع كل تحركاتنا وكل حاجه في البلد، مش مقصر. تحيه شكر لكل حد ملتزم، كل حد بيحب بلده وخايف عليها. بجد امانه المصريين جدعان،
طيبين، تحية شكر لأسرة قناة الصحة والجمال على التطهير المكان قبل ما بندخل، على توعية معانا، على مشاركتهم بصراحة معانا. دول أنا عايزة أقول لهم اللي خلف الكواليس بشكركم جدا، لأنتوا سبب نجاحنا. عايزين نخرج فاصل ونرجع مع ضيوفنا إن شاء الله، حلقة ممتعة تعجبكم جدا، انتظرونا. ورجعنا لكم بعد الفاصل مع الشيخ صبحي سرور، عالم من علماء الأزهر الشريف. اهلا بيك يا شيخ. ومعانا الشاعره بنت الصعيد تغريد احمد. اهلا يا تغريد، ازيك؟ عامله ايه؟ اهلا بيك، نورتونا. بنرحب بيك يا شيخنا طبعا النهارده في الحلقه حكايه ولاد البلد. بنرحب بيك يا تغريد. اهلا وسهلا بحضرتك. شاعره بنت الصعيد وشاعره الوطن العربي وشاعره صغنونه، وهي كلمتنا على صفحه حكايه ولاد البلد. شفت شغلها قلت لها لازم تكوني مع اولاد البلد لانها تستحق انها تكون معانا بصراحه يعني. فاهلا بيكم. اهلا بحضرتك. كل سنه وانت طيب. شرفنا بهذا اللقاء الطيب، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يكون مثمرا ان شاء الله، وان ياتي بالخير على كل المستمعين ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا حلقتنا النهارده احنا بنتكلم على اهل مصر الجدعان، اهل الخير. اكيد طبعا. اهل الخير اللي هم دايما مقدمين مبادرات الخير. شفنا المصريين عاملين ايه في الشارع، رجال مش عايزه اقول رجال الاعمال لان في ناس اختفت بامانه، الفقراء او الناس الرجاله الجدعان الشقيانين اللي قطعوا من قوتهم ومن بيوتهم وعملوا شنط عشان اهاليهم وزويهم والناس اللي في الشارع والعلماء الغير منتظمه ينزلوا، هم دول اللي هم يستحقوا مننا التقدير. معانا مكالمه. دكتوره بسنت صباح الخير. صباح الخير. ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله والله تمام. دكتوره بسنت من شرم الشيخ عامله مبادره جميله جدا، كلمينا عنها يا دكتوره. نهاركم سعيد يا رب كده، والايام الجايه تكون احسن ان شاء الله. يا رب. انا عامله مبادره اسمها عمر اهل الخير في شرم الشيخ للعماله غير منتظمه. تمام. واللي طبعا اتغيرت بسبب كورونا فيروس والازمه اللي احنا بنمر بيها. المبادرة دي بتساعد بعض رجال الأعمال والتجار، بما إننا طبعا مصريين وولاد بلد. طبعا. لازم طبعا نبقى إيد واحدة. واللي يقدر بقى يعمل حاجة طبعا لازم يعملها بدون أي تردد. تمام. لا وحضرتك شرم الشيخ اتأثرت جامد طبعا بالسياحة، فهتلاقي عمالة كتير غير منتظمة بجد مش عارفين يعني قوت يومهم. جدا يا فندم والله، يعني أنا مش عايزة أقول لك بجد متدمرة جامد، بس إحنا طبعا إيد واحدة عشان طبعا مصرنا حبيبة طبعا. أكيد. أكيد. احنا متابعين طبعا شغلك يا دكتوره بسنت، وانا بشكرك على المداخله، وان شاء الله باذن الله وعدك باذن الله الازمه تعدي وهكون عندك في شرم الشيخ ان شاء الله. يا فندم تنوري شرم الشيخ، ترحب بيكوا على راسنا وفرصه سعيده. ربنا يخليك. قوي قوي ربنا يقدرنا، بس ايه نقدر يعني نرفع المستوى ونقدر نقف جنب الناس اللي فعلا 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 بجد اضطروا جامد قوي بسبب الكورونا فيروس. بجد جزاك الله كل خير، ونتمنى ان يكون في زي حضرتك كتير، وهو فيه الحمد لله، بس تكون بنت بلد اصيله. بجد بنشكرك جدا ونتمنى ليكي دوام التوفيق، وجزاك الله كل خير على اللي بتعمليه. اشكرك يا دكتوره. وان شاء الله تكون الايام اللي جايه احسن من ان شاء الله. دايما مصر للامانه فندم ان شاء الله. ربنا يخليك. ربنا يعزك. سلام. اهلا بيك يا شيخنا. اهلا بحضرتك. كان عايزين نسال حضرتك، بالنسبه للناس اللي زعلانه ان صلاه التراويح مش هيصلوها في الجامع بسبب الازمه اللي احنا فيها، تحب تقول لهم ايه؟ هل هي فرض؟ هل هي سنه؟ هل هي يعني وصل لهم صوره كده حلوه يبقوا مرتاحين نفسيا؟ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف الخلق سيد الاولين والاخرين والمبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الكريم، وعلى آله وصحابته والتابعين لمنهجهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، لم يخلق الله سبحانه وتعالى من المخلوقات أهم وخير من ابن آدم أو بني آدم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى الكعبة وقال: والله إنك أهون عند الله من دم عبد مؤمن. وقل زوال الدنيا
أهم من روح عبد مؤمن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الآدمي بنيان الرب، ملعون من هدمه. والهدم هنا كلمة شاملة جامعة تشمل الهدم بالكلمة أو الهدم بالقتل أو الهدم بالإيذاء النفسي أو الهدم بأي وسيلة من الوسائل التي تجعل الإنسان مهموم وتجعل الإنسان في ضيق من العيش وتجعل الإنسان معرض للفناء والهلاك. ولو نظرنا إلى أن الفروض التي فرضها الله سبحانه وتعالى، أوجب الله سبحانه وتعالى على لسان النبي لها رخص، إذا نظرنا إلى فريضة الصوم فلها رخصة عندما يكون الإنسان مسافر يصرح له بالفطر. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في السفر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله أنا أقوى على الصوم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، هذه رخص وهدايا من الله فاقبلها. والذي خلق الإنسان ويعلم مكوناته وما يضره وما ينفعه هو الذي يحدد لنا الأمور ويوجدنا بأمور لابد أن نلتزم بها. وجعل الرخص في هذه الأحوال إذا حدثت نوائب للإنسان لابد أن يأخذ بهذه الرخص. طبعا الرخص بالنسبة لحاجات كتيرة هنتكلم عنها في بقية الحلقة. تمام. احنا طبعا كان سؤالنا علشان المنتظرين الإجابة بتاعته اللي هي صلاة التراويح، هل هي تكون موجودة؟ صلاة التراويح هستأذن حضرتك بس فاصل صغير وراجع لكم تاني، فاصل وهنرجع. رجعنا لكم بعد الفاصل، بنعتذر طبعا على الفاصل السريع دوت، كان فيه هف الصوت بس بسيط جدا، فطبعا عشان نقدر نقدم افضل حاجه للساده المشاهدين القناه بتبقى حريصه جدا على دوت، فطلعنا الفاصل. طبعا نرجع لشيخنا سؤالنا. طبعا احنا عايزين نقول يا شيخنا ان الصلاه في البيت فيها برضو روحانيات، بتجمع الاسره، ولو في طبعا في وباء فاحنا قفل المساجد بالنسبه لنا كلنا بنتالم، كفايه ان احنا مش قادرين نسمع الاذان بالطريقه اللي احنا كنا بنسمعها، ولكن عايزين نطمن الناس ونقول صلاه التراويح في البيت هل هي جائزه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال حضرتك سؤال محترم وسؤال لابد ان يعلمه كل مستمع. تمام. ومستمع حتى يعرفوا ماذا رحمه الاسلام بالبشر. الدين الاسلامي لو لم يسمى بالإسلام لسمي بدين الرحمة. الصلاة تنقسم إلى صلاة مفروضة وصلاة نوافل. والنبي صلى الله عليه وسلم أباح أو أجاز للمريض أن يصلي في بيته، حتى صلاة الجماعة في المسجد والجمعة لا تجوز على المريض، المريض يصلي في بيته. صحيح. والسادة الشافعية قالوا إن صلاة الفرض، صلاة الجماعة سنة فرض كفاية، فمن قام به سقط عن البعض الآخر، إذا قام به بعض الناس سقط عن البعض الآخر. صلاة الجماعة اللي هي صلاة الفرض. تمام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصلاة بعد المكتوبة صلاة الرجل في بيته. غير الايه المكتوبه، يعني غير السنن، يعني تقول ايه السنن. وقال عليكم ان عليكم ان تصلوا في بيوتكم حتى لا تتركوها مهجوره. صحيح. بس الرسول عليه السلام كان بيصلي التراويح في بيته، مش كده؟ الصلاه صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وفي المسجد، والنبي صلى صلاه التراويح ايام وتركها ايام حتى لا تفرض علينا. رحمة البشر. بعدين عايزة أقول لحضرتك إحنا ممكن نعمل زاوية صغيرة في البيت عشان حتة الخشوع. هو المسجد فيه خشوع بصراحة أكتر من البيت بصراحة. المسجد فيه خشوع بالظبط، فإحنا ممكن نفصل الموبايل خلاص، إحنا كده نفصل عن العالم الخارجي. أريد أن أنوه إلى معلومة يا دكتورة أسماء في هذا الأمر، أن المساجد
هي بيوت الله سبحانه وتعالى. صحيح. وما حدث من هذا الوباء الذي قدره الله لنا، لأنه لا يحدث في أرض الله وفي ملك الله إلا ما أراد الله سبحانه ونعم وتعالى. ونعم بالله. ولو نظرنا إلى المساجد والناس الذين يتشدقون ويقولون أن المساجد قفلت، ده اختبار من عند ربنا. لابد أن تعلم بالضبط أخي المؤمن أن غلق هذه المساجد لم يكن اختياريا، ولكن جاء لأمر جلل وأراد الله بهذا. صحيح. وهذه الفترة أخي المسلم وأختي المسلمة عليكم أن تراجعوا أنفسكم بالضبط، وتعرفوا قدر هذه الأماكن. هي دي اللي أنا عايزة أقول لسيادتك، تعرفوا قدر هذه الأماكن. أنتوا زعلانين؟ طب يا رب لما نفتح المساجد بقى لقيها عمرانة ومتكدسة بالمسلمين. عمرانة، ونجدها عمرانة بالتقاة. صحيح صحيح، نجدها عمرانة بالتقاة الذين لا يذكرون إلا الله سبحانه وتعالى في هذه، لأن هذه الأماكن أيوة يصفها طبعا يا شيخ، لأنه حدث في الماضي. كانت هذه المساجد انتهكت بأفعال لا تمت للإسلام بالصلة. صحيح. انتهكت بالقلوب التي يملأها الحقد والضغينة، تجد أن اثنين من المصلين رجل أمام رجل ولا يكلمه، واللي جايبه ولا يصافحه، واللي جايبه أطفال صغيرة كتير أطفال يسيبهم عشان يتعلموا، وتجد أن هذه المساجد صحيح نبت فيها وخرج منها أناس متشددون روجوا فكرا شاذا. تمام. نجد أن بعض الأناس انتهكوا حرمة المساجد واعتادوا على المصلين بالقتل والضرب. هل هذه هي بيوت الله التي نحزن أنها مغلقة؟ لا طبعا. هذه فترة امتحنان الله واختبرنا فيها حتى نعيد أنفسنا ونرجع إلى الله سبحانه وتعالى باحترام هذه الأماكن. بنقول حضرتك أن إحنا بيوتنا تمام. لو دخل حد تعدى علينا في بيوتنا احنا بنحاربه، سبحان فما الله. بالك انت بتحارب بيت الله، بيت الله فيعني خد جزائك بقى. الانسان بالظبط عندما اتجه لبيت الله سبحانه وتعالى يتوضا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول خطوات احداهما تحط درجه، صحيح، ترفع درجه والاخرى تحط خطيئه. والانسان يخرج من الدنيا ولا يفكر الا في الله سبحانه وتعالى، لانه نعم يقف بالله. امام الله، لان الصلاه تشمل سلام بين العبد وربه وتشمل كل أركان الإسلام الخمس. بالضبط بالضبط. بقول لحضرتك يا شيخنا، احنا طبعا عارفين ان صلاة الراجل في المسجد فرض أكيد. اما بالنسبة للمرأة اللي بتسيب بيتها يوم مثلا زي يوم الجمعة وتقول لك انا رايحة اصلي في المسجد، مش مشكلة العيال بتعيط، المواعين في الحوض، الشقة متبهدلة، وتجري جري على المسجد، هل ربنا طلب منها كده؟ هل طلب منها انها تصلي فرض الفرض؟ هنجاوب على السؤال ده، بس عايزين نطلع مع تغريد طبعا شاعرة الصعيد جيالي مخصوص من بني سويف، بجد طبعا بنت رقيقة جميلة، اهلها ناس حابين بلدهم فمدعمينها. عرفي نفسك للجمهور. انا اسمي تغريد احمد مختار، عندي 11 سنة، انا من بني سويف مركز الفشن قرية دلهانس. بحب أشكر الناس، كل الناس اللي وقفوا جنبي، ويشرفني أني أكون بنت كورال الهيئة الوطنية للإعلام بالتلفزيون المصري بقيادة المخرجة الكبيرة ماما الدكتورة منال محروس. ما شاء الله. هتقدمينا إيه بقى النهاردة؟ نبدأ بيه كده عشان نرجع للشيخ والأسئلة، وأنت معانا طبعا الحلقة كلها. أنا هقول لحضرتكم قصيدة بعنوان ما يهمنيش، بهديها لروح الشهيد محمد الحوفي، الله يرحمه، يرحم شهداء مصر بجد كلهم، وبهدي كل أم مصرية مميزة، أم شهيد، وبقول لها شكرا بجد. تفضلي. ما يهمنيش ما يهمنيش وانت في خطر، بسمة حبيبتي يوم رجوع أو دموع في عينيها، خايفة خايفة من شهادتي تكون جدر، ما يهمنيش منتي حبيبتي وانتي الحياة، يا اختي ومراتي وصاحبتي، يا كل عيلتي وكل حاجة في دنيتي، لو ضعت انتي يا منايا في المين عيش، يحميك ربي، والمهم يا حبيبتي نكون فداك ونكون وراك، ووقت ما تقولي ولادي على قلب واحد وصف واحد كلنا نلبي نداكي، الشرطة والشعب الاصيل وجيشك اللي ما يعرف ولاده المستحيل، اشرى
أشرف جنود الأرض، أطهر جنود الأرض، أعظم جنود الأرض. دول ولادك، ووقت الخطر بيطمنوكي، فما تخافيش صدقيني يا حبيبتي، كلنا فداكي، ووقت الخطر ما يهمنيش. برافو عليكي يا حبيبتي، ممتازة، ما شاء الله. ممتازة. انا عايزه بقى اسالك سؤال يا تغريد، انت مين اللي علمك الشعر او ازاي اكتشفت الموهبه دي؟ هقول لحضرتك، انا كنت في سنه اولى ابتدائي، كنت بقول نشيد عندي في المدرسه زي اي طفله بتحفظ نشيد. ماما كانت طبعا انا لسه صغيره، فماما استني يا تغريد، ماما معانا على التليفون. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اخبارك؟ ازاي حضرتك؟ الحمد لله، ما شاء الله، بارك الله، يعني بجد بنحييكي على تربيتك بجد. الله يخليكي. بسم الله ما شاء الله، ربنا يخليها لك بصراحه. جميله جميله يا رب. اللهم امين. انا حبيت بس اتصل اكلم على حضرتك وشيخنا العزيز، واصبح على توتو حبيبه ماما، لان انا ما شفتهاش من امبارح. لان امبارح كان عندها تصوير والنهارده تصوير، فما شفتهاش. ان شاء الله تشوفيها في احسن حال باذن الله. الله يخليك، وبشكر حضرتك وكل المعدين على البرنامج وكل من بيهتم بموهبه التغريد. والله لا، احنا دورنا كاعلام وبرنامجنا حكايه ولاد البلد ده معمول لاولاد البلد بس. فبنحييك. ربنا يخليك وربنا يخليك، ربنا يخليك ويخلي شيخنا الجليل كمان. وبقول السلام عليكم يا شيخنا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله لك فيما ربيتي واخرجتي لنا. الله يخليك يا شيخ، الله يخليك. وبتمنى من ربنا بس ان يزيح الغمه دي عننا وعن المسلمين اجمعين. ان شاء الله، ان شاء الله، ان شاء الله. اللهم امين حضرتك. خلاص نهيتي حبيبي. شكرا يا فندم، شكرا. صباح الخير يا توتو. صباح النور يا ماما. متشكرين للمداخله. ورجعنا لكم تاني مع تغريد. قولي لنا بقى يا تغريد، ايه موهبتك دي بقى؟ انا بحب اشكر ماما طبعا لانها هي اللي اكتشفت الموهبه. انا كنت بقول النشيد زي ما قلت لحضراتكم، فماما لاحظت ان انا بقوله بطريقه غريبه، مش زي اي طفل بيقوله كانه كلام عادي، لا انا بمثله حاساه من جوه. فماما بدات تقول لبابا، بابا احب اشكره برضه، مكيل مدرسه حاليا، وهو كان مدرس لغه عربيه. فبدا يطلعني في الاذاعه من سنه، كنت في اولى ابتدائي لرابعه ابتدائي في الاذاعه. وانت اللي بتكتبي الشعر دوت؟ بكتبه. ولا حد بيساعدك؟ لا، هو في الاول كان اول قصيده هي اكيد هيساعدك في اللغه العربيه طبعا عشان نبقى صرح. لكن من جواكي الكلام ده انت اللي بتطلعيه من جواكي؟ ما شاء الله عليك، الاحساس كويس جدا. شكرا. نرجع بقى لشيخنا الجميل، البيت المصري. تمام. كل بيوتنا مستنيه شهر رمضان. طب جاوبنا على السؤال اللي احنا قلنا الاول، كنا نقول ايه السؤال اللي هل احنا قلنا اتفقنا ان الراجل صلاته في المسجد فرض بالنسبه للست؟ ده البيت المصري. ده البيت المصري. نسال بقى عشان ايه البيت المصري؟ ناس كتير فاهمين غلط الموضوع ده برضو، احنا بنحب ايه يعني نوعيهم برضو، ان فاكرين ان صلاتها في المسجد هي بالعكس، يعني هي تؤجر اكتر في بيتها. اكيد اكيد. ما هو ده البيت المصري بقى. انا عايزه حضرتك تفهم البيت المصري. يعني ايه؟ احنا في ازمه. تمام. فممكن كل اللي احنا عايزين نعمله روحانيات نعملها جوه بيوتنا باذن الله. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصلاه للمراه صلاتها في بيتها. حتى النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يصلي بالرجال والنساء وكان يسمع صراخ الطفل كان يخفف الصلاة رحمة بهذا الطفل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أب راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والأم راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيته. وكلكم راع وكلكم راع. فمن باب أولى ألا تترك أطفالها وصغارها وأولادها وتقوم بجوارهم وتصلي بينهم حتى يقتادوا بها. ليه؟ لأن رعايتها لأولادها فرض ألزمها الله سبحانه وتعالى به. دور الزوج إيه بقى؟ دور الزوج في هذا الأمر أنه يعامل الله سبحانه وتعالى في زوجته وفي أولاده، ويحافظ على هذه الهدية العظيمة التي أهداه الله بها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله بيت فيه امرأة تهان. لأنه لم يخلق الله سبحانه وتعالى هدية أعظم من هدية
الزوجة لزوجها، والزوجة دائما وأبدا من الأثر ومن منشأ الدنيا، ما هي الرحمة ولها مكان عظيم، الطمأنينة والسكينة، لها مكان عظيم في بيتها. وإن لم يرجع إليها الرجل في أخذ رأيها في بعض القرارات المهمة الخاصة بالأسرة يكون مقصر في حق نفسه قبل حق دي حضرتك. لا ده الرجاله فاهمه غير كده، يعني بتبقوا فاهمه ان الست دي عباره عن انت موجوده في البيت عبد تسمعي امر وتاخدي امر وعليك التنفيذ. سبحان الله، هذا فهم خاطئ. هذا فهم خاطئ من الزوج. عليه ان يرجع الى فقه المراه ويعرف كم قدرها الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز وكم وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام المرأة والرجل عاملان مشتركان لبعث السعادة في الأسرة. أكيد. حتى إذا رجعنا إلى أعتى عتات الأرض، فرعون عليه اللعنة من الله سبحانه وتعالى، من الذي حافظت على نبي الله موسى في بيته؟ امرأة فرعون. ما كان يجرؤ أي مخلوق في هذا الوقت أن يثني فرعون عن قتل موسى، ولكن التي كان لها موقف عظيم في الحفاظ على نبي الله موسى زوجة فرعون عليها منا السلام، المرأة المسلمة العظيمة التي قالت رب ابني لي بيتا عندك في الجنة ونجيني من فرعون وعمله. نعم. في الست وغيرة الست على جوزها، هل دي حرام؟ انا اعرف ان ستنا عائشه رضي الله عنها ان كانت بتغير على الرسول عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم، فهل غيرت الست دي ليه الراجل بيفهمها ان هي يعني انت بتتحكمي؟ لا بس هي ما تكونش الغيره القاتله اللي تخنق الراجل، برضه بيتعرض في الشارع لضغط نفسي وعصبي، ممكن بيده انه يمتص غيره الست، يعني ممكن الراجل يعاند الست مثلا تقول له ايه انا بتضايق من مثلا انك تتكلم فلانه، يتعمد ان يحرق دماغه ويروح يكلمها ويتعمد ان يقعد معاها وعارف ان دي قصدي شكوى جات لها على الصفحه فهي بتتكلم وعارف ان دي بتبقى من جواها عارف ان دي بتضايق زوجتك. هو كده زي ما ربنا قال ان الراجل لو بقيت غضبان على زوجته بتلعن فيها الملائكه طول الليل. هل نفس القصه ان الست لما تقعد في بيتها دمها محروق من اللي جوزها بيعملوا فيها ويحرق دمها، ده صح في الدين؟ في عجاله والنبي يا دكتور لحظه احنا الوقت بيداهمنا يعني. هذا تقصير من الرجل ومن الست لانهم لم يدرسوا فقه المراه ولم يدرسوا كيف وصى النبي صلى الله عليه وسلم بالزوجه وكيف يبنى البيت على السعادة والرحمة من الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم عائشة كانت تغار على النبي غيرة إسلامية عظيمة، غيرة محبة، ولابد أن تحسن الزوجة الظن بالزوج، ولا يأتي الزوج بفعل يجعل من خلاله الزوجة تشك في تصرفات زوجها. يخاف الله سبحانه وتعالى فيها. الوقت دهمنا. أنا بعتذر طبعا إن الحلقة وقتها ضيق، طبعا إحنا محتاجين حلقات لكده. أكيد طبعا. فعايزة أسمع حاجة صغيرة من تغريد، يعني تغريد تقولي عشان نقدر ننهي الحلقة بعد إذنك. ممكن أقول قصيدة من تأليفي وقصيدة تانية؟ لا واحدة بس عشان الوقت خلاص خلص أصلا. قصيدة بعنوان من تأليفي بهديها طبعا لمامتي أهم حاجة في حياتي وإخواتي المعتزلة والمعزلة. اتفضل. أمي يا أغلى الناس حبك على العين والراس، أمي يا نور عليا يا أغلى مني عليا، أول ما شافت عيني من كل الدنيا دي كبرت قدام حنيكي لقيت الحنان فيكي، عمري يا ماما شفت زي حبك نسيت، امي بتسهر في الليل تطب والصبح تدلع وتهنن، كبرت ولسه فاكر حواديتي وسندتي في مشيتي بيدك، بيقولوا النهارده عيدك وبحبنا لازم نزيدك، بالذمه يا ناس ده كلام، ده عيد الام كل الايام، واجيب منين هديه توفيكي حقك وحبك وانا كل ليكي، وبهديكي يا امي في يوم عيدك حياتي وعمري لو كان يرضيكي.
دي هدية لكل الأمهات. طبعا في نهاية حلقتنا احنا ما لمناش كل الأسئلة، ولكن بنوعدكم طبعا إن شاء الله في شهر رمضان إن احنا هيكون حلقتنا كلها بتتكلم عن الفقه وعن الدين وعن آداب دخول رمضان بإذن الله. شيماء طبعا هنكمل معاكم حلقات طبعا. معانا أغنية مهداة من الفنان أحمد شاكر هننهي بيها البرنامج. بنشكركم، حكايتنا لسه ما خلصتش، انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله، بس احتمال نغير الموعد. هنقول لكم على صفحة البرنامج. تحياتي، تحياتي يا شيماء. باي باي أسماء. رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم. رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم. قم للعبادة تلقى السعادة، قم للعبادة تلقى السعادة، تلقى السعادة وتلقى النعيم. رمضان كريم ياللي بتحلم بالغفران، راكع ساجد للرحمن. ياللي بتحلم بالغفران، راكع ساجد للرحمن. تعالى توسل بالمنان، تعالى توسل بالمنان، وندخل جنات النعيم. رمضان كريم، رمضان كريم كريم كريم، رحمن رحيم رحيم رحيم. قم للعبادة تلقى السعادة.